مع انه كاستك المي مليانه بعدها مش فاضيه الحمد لله. ايوه ولكن معدلات استهلاك السعوديين مرتفعه جدا للمياه. انت بتاخذني انا كمثال؟ طيب المفروض تستهلكي. على كل حال نبدا من هنا، فتحديات كبيره تواجهها السعوديه في الحفاظ على المياه، فمعدل استهلاك الفرد السعودي متقدم عالميا. العربية أنجزت تحقيقا تحت عنوان الطريق إلى النضوب، قصة المياه في السعودية. نتوقف الآن عند أزمة المياه في تقرير للزميل عقيل بوخمسين. يحتل استهلاك المياه في السعودية مركز اهتمام المراقبين وصناع القرار. شح مصادر المياه من جهة وكلفة معالجة مياه البحر أو تحليتها من جهة أخرى تضغطان لإيجاد حلول لخفض هذا الاستهلاك. العالم كله قلق من موضوع المياه نظرا لأنه حصة الفرد في العالم كله بتتناقص نظرا للزيادة السكانية. ويتصدر استهلاك الفرد السعودي للمياه قائمة الاستهلاك العالمي، ليأتي ثالث أكبر مستهلك للمياه في العالم بعد الولايات المتحدة وكندا. وتعتمد السعودية على محطات تحلية المياه الأكبر إنتاجا في العالم لتأمين 50% من إمدادات المياه، فيما تشكل المياه الجوفية 45% من مصادر المياه. واتخذت السعودية مؤخرا عدة قرارات لا تشجع في مجملها على الزراعة في إطار الحد من الاستهلاك الزراعي للمياه الذي يصل إلى 82% من إجمالي إنتاج المياه في المملكة. ولما ندرك الدور الحقيقي لهذا القطاع في المقتصد المحلي يتم تبرير استهلاك المياه من قبل هذا القطاع. السعودية قالت مؤخرا أنها بدأت إصلاح الأعطال في شبكات المياه، وتصل كمية المياه المتسربة من الشبكات حاليا إلى 20% من إجمالي إنتاج المياه في السعودية، فيما وفرت إصلاحات الشبكات التي نفذتها المملكة العام الماضي نحو 76 مليون متر مكعب. عقيل بوخمسين، العربية.